تأسيسا على هاتين المقدمتين لحيث تفضلت بها والدكتور عطية أكمل عليها، هل نستطيع أن نقول إن الربا تمثل قضية مركزية في الخلاف بين نظام الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصادي الرأسمالي أو الليبرالي؟ حقيقة هو الربا لا شك يمثل ركنا أساسيا من أركان التعامل والنظام الرأسمالي، ولكن حقيقة هو الربا هو تابع لقضية المبادلة والتبادل، والتبادل هو أحد الأنواع الخمسة للأنشطة الاقتصادية. فحتى لا نظلم الاقتصاد رغم خطورة الربا، لكن الربا هو ليس هو كل شيء في أي اقتصاد. احنا عندنا في النظام الاقتصادي الرأسمالي هو أن الأنشطة خمسة، فلا يخفى عليكم، الإنتاج والاستهلاك والتبادل. هنا يأتي الربا في هذا الجانب، ثم بعد ذلك التوزيع وإعادة التوزيع. وأنا في نظري الحمد لله اهتديت بأن الأنشطة الاقتصادية في الإسلام ستة. تبدأ هذه الأنشطة بالتملك، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إنتاج ولا استهلاك ولا تبادل إلا إذا كانت هناك ملكية. فلذلك جعلت التملك أساس الأول. فإذا حتى نكون، فالربا عنصر أساسي جدا. وأنا بالمناسبة حينما جاء إلي مجموعة من يعني بعد الأزمة العالمية 2008 وانتبه الغرب إلى أن يعني الصيرفة الإسلامية نجت من هذه الأزمة، حاولوا الاستفادة. فأنا حقيقة قابلت عددا كبيرا من كبار الاقتصاديين وحتى مستشارين لرئيس وزراء بريطانيا جولدن براون في ذلك الوقت. أنا سألتهم هذا السؤال، قلت لماذا أنتم يعني خلال 500 سنة غيرتم كل شيء لكن ما غيرتم في نظام البنوك قضية الربا؟ قال هاي الإشكالية الكبرى عندنا الآن. النظام سيستم الأوروبي كسيستم قائم كل شيء على الربا. يعني أنت الآن لما تشتري بفلوسك يغرموه ويفرضوا عليك ضرائب، تضطر حتى لا يكون عندك فلوس تروح تأتي. أصبح الربا كتعامل فعلا الركن الأساسي، لكن كأنشطة كما قلت هو جزء من نشاط التبادل الذي هو جزء من خمسة أجزاء من النشاط الاقتصادي. إذا تسمح لي، لما تفضل به أخي الحبيب فضيلة الدكتور عطية في قضية يعني الاقتصاد، أنا أود أن أختصر الطريق بكلمات مكملة لما يعني أجاد به أخي الحبيب دكتور عطية. أن الاقتصاد هو كما قلت علم، شوف، علم ونظام وتحليل ونظريات ومشاريع وبرامج، خمسة أشياء. لما نجد ننزل إلى واقع الإسلام نجد أن هناك مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية لعلم الاقتصاد، ونجد كذلك نظام أي أيديولوجية كاملة كما أشار أخي الحبيب إلى هذه الأيديولوجية في الأخلاق والقيم أيضا، ونجد كذلك نظريات عولجت بها. ولو كان هناك مجال لذكرت نظرية عظيمة قام بها أبو يوسف مع حقيقة اقترحها هارون الرشيد، لكن طورها أبو يوسف رحمه الله في قضية قانون العرض والطلب في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك عندنا التحليل الاقتصادي كما لا يخفى على أصحاب الفضيلة من خلال فقه المآلات، وقمت بتحليل الاقتصاد بمرجعية إسلامية، صدر هذا الكتاب عندكم في تركيا وهو كما أشاد به الحمد لله كثيرون بفضل الله تعالى. وعندنا برامج ومشاريع، والقرآن الكريم بالمناسبة تضمن 318 مصطلحا اقتصاديا، القرآن الكريم نفسه، وفي السنة المشرفة أكثر من ذلك، وإلى لا يسع المجال لاستيعاب الاستدلال بأن عندنا علما اقتصاديا وعندنا نظاما اقتصاديا وأن عندنا كذلك نظريات وتحليلا ومشاريع وبرامج. طيب.